ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش كاني وما فيناش مالي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد. معاكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله جو كان جميل جدا، وكنا بنتمشى كده بقى في شوارع السويس وشايفين الورد ظهر هو بمناسبة عياد الربيع، فلقيت الزرع الجميل ده اللي قدامكم، فقلت ايه اخد فكره كده واخليكم انتوا كمان تاخدوا فكره معايا عن انواع الزرع والورد البلدي، وهنتعرف على كل حاجه وهنقول بسم الله ونشوف مع بعض. السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ عرفنا كده بقى على انواع الزرع والورد والحاجات اللي عندك الجميله دي. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا ست الكل، في حاجه زي كده اهوت اسمها اكحوان. اكحوان؟ اه. انواع الزرع ده تشارك يا ست الكل، بمعنى قبل اي حاجه بس مبدا، اشمعنا في الوقت ده ظهر الكلام ده؟ علشان الربيع وكده يعني، ده الوقت بتاع الزرع اصلا اليومين الجايين دول. لحد امتى اخر الموسم بتاع الزرع؟ يعني لغاية شهر 9 تلاقي الزهور والكلام دوت، الصيف يعني من اول دلوقتي لحد الصيف يعني دي الفترة بتاعت الزرع. ايه بقى الانواع اللي عندك؟ معلش قول لنا كده. في حاجة اسمها سار وليمون، في حاجة اسمها سار وليمون دوت بيتحط في الشمس وبتعمل فيلا. ده متهيألي الحاجات دي عايزة جنينة او اماكن واسعة. تمام. في حاجة زي كده اسمها السيتس، الزرعة دي راقية جدا، عمرها جبتها 5 سنين الزرعة. والله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل قوي. في حاجة اسمها زي كده يوكا، دي بتمشي ضلة أو شمس. ضلة أو شمس؟ اه. والشكوريلا اللي قصادها دي ضلة أو شمس برضه. في حاجة زي كده اسمها بروتين أوروبي ضلة، في حاجة زي كده اسمها دراسينا ضلة برضه. ماشي. طيب انا مثلا لو عايز اشتري حاجه للبيت عندي وما عنديش جنين، عايز احطها في البلكونه، اختار لي ايه او ترشح لي ايه؟ حاجه زي كده اهوت او حاجه زي كده. ودي بتتسقي ازاي او اعملها؟ كل ما تلاقي التربه بتاعتها عطشانه انا احط ايدي على التربه يا نور، لقيتها لينه كده العود مش عطشان من هنا. لقيتها ناشفه يبقى العود عطشان ومحتاج ان هو ايه؟ ميه بس ولا ميه بسكر؟ لا ميه بس. ميه بس؟ اللي بيساه ميه بسكر دوت اللي هو الفل الريحان والياسمين. دي ينفع تتحط في مطبخ او حته ضله ولا لا لازم لا بلكونه؟ لا ما ينفعش. لازم بلكونه. تمام. لازم بلكونه. ايه الحاجات اللي ينفع تتحط في مطبخ مثلا او كده؟ حاجه زي كده. ماشي. دي ضله؟ اه. حاجه زي كده اهوت. حاجه زي كده الصغيره اللي هناك ديت الخضراء تتحط في الضله. ماشي. الحاجات دي بتتحط معاك في الضلة، وفي حاجات عندي في المشتى البوتس والكلام دوت. طب انا شايفك واقف بعربية، انت ليك مكان معين بتقف فيه دايما؟ تمام. مكانك فين؟ في الجناين. فين في الجناين؟ عند كوبري ابو عارف. عند كوبري عند كوبري ابو عارف في الجناين. لاهل السويس يعني. مشتى الحاج عبد المقصود بركات. مشتى الحاج عبد المقصود بركات. طب ممكن اعرف الزرعة الجميلة دي اسمها ايه؟ دي اسمها زناريا. ده نبات تحديد، لو انا مثلا ايه؟ زرع نجيلة ولا زرع اي زرع ديت انا بحدد بيها. تحديد؟ كم سعرها؟ انت ما قلتليش. 10 جنيه. حلوة قوي. وورينا كده واسعار الورد ده. وحاجة زي كده عاملة 10 برضه. 10 جنيه؟ والحاجات دي الالوان الجميلة دي عاملة كام؟ حاجة زي كده عاملة 25. دي 25 جنيه؟ دي ضلة ولا بلكونة؟ لا بلكونة. شايف. حاجات دي بلكونة؟ في حاجات فيها بقى ليها روايح وكده؟ في فول زي ايه؟ في عيط كده. في حاجة زي كده هو الدوت اسمه عيط. ريحتها جميلة. ماشي. في حاجة زي كده فول. ده بكام؟ ده عاملة 25. 25؟ اه. حلوة أوي. في ريحان. ريحان. ماشي. جميل، ريحة الريحان جميلة جدا. عاملة 15 معايا نعناع بلدي. جميلة والله. والنعناع؟ معايا نعناع بلدي. يعني أنا أشتري من عندك وهتطلع لي نعناع بعد كده؟ لو أنا حطيت عليها؟ لا ما أنا عارفة فعلا هو نعناع، أنا أقصد أنت هتبيع لي الزرعة بالبذر بتاعها بتاع النعناع وهي يعني أنا أشتري منك زرعة النعناع وهي هتطرح بقى معايا هتكمل تمام يعني. تمام. كل ما تقطعي منها كل ما تزيد تاني. بجد والله؟ أه والله. يعني أقطع منها هتزيد. زي ايه وريها الفاكهه بعدها. بص تعالى حضرتك هنشوف جميع انواع الفاكهه. جميع انواع الفواكه. ودي طبعا بتطلع في الموسم بتاعها. بقى بص يا اخويا بشمله اهي كلها طرح. دي ايه؟ بشمله. بص الطرحه اهو.
مش البرتقال كله طارح. بس البرتقال بيودع. لا طارح لسه هيطرح وكله. يعني عشيتك جاي بقى؟ هو طارح بإذن الله اليومين دول والتوت طارح وكله طارح. وفي فيكس هواي دوت بتحط قدام الفيلن دي في خلال شهر ان شاء الله تبقى برتقانة كده. لا والله خلال شهر بس الطرح بأمر الله. أيوة برتقان. أيوة برتقان مطعوم. ما شاء الله في العالم ريحة البرتقان والصفاد. طبعا محتاجهم قوية. بص حضرتك نيجي مثلا للبرقوق السويسي. برقوق السويسي؟ هو مزهر دلوقتي. بص الزهرة بتبتدي تقعد زي كده هو لغاية ما تبقى حبة زي كده. ده في خلال قد ايه بقى؟ ده في خلال قد ايه؟ الموضوع ده كله من خلال شهر مثلا من اول ما العود يطرح لغاية ما يبتدي يقعد الزهرة بتاعته وبتدي يجيب في الحب بتاعه. يعني شهرين كده مثلا لحد ما حد ياكل منها يعني؟ لا لحد ما ياكل منها مثلا في الموسم بتاعها يعني مثلا 3 شهور ولا بتاع الميعاد بتاعها. في الموسم بتاعها يعني. كل فاكهة بتطلع في الموسم بتاعها. تمام. صح كده؟ حلو جدا ما شاء الله. شايفين عندهم كل حاجه والاسعار كمان حلوه قوي. جميع انواع الشبر في عندنا. مية دي برضه شمس بتحط على الاسوار والكلام ده. ولا انت عايزه شمس؟ اخدت الدان ما شاء الله. يا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش كاني وما فيناش مال. حبايبي تكون جولتنا النهاردة خلصت. أتمنى إن شاء الله أن الجولة النهاردة تكون عجبتكم. أنا حبيت أنقل لكم كل حاجة حلوة أنا بشوفها فعلا يعني، وحاولت أن أنا أنقل لكم بهجة أعياد الربيع وشم النسيم. وعايزة أقول لكم أن أنا بشكركم جدا على دعمكم وتعليقاتكم ليا الإيجابية اللي فعلا بتسعدني وفعلا بتديني طاقة إيجابية جامدة جدا يعني، وتخليني دايما عايزة أنقل لكم كل جديد وكل حاجة كويسة فعلا أنقلها لكم وصورها لكم. وشكرا على وصولي 5000 مشترك. وعايزة أقول لكم أن أنا طموحي إن شاء الله بإذن الله وبيكم ومعاكم نوصل لمئة ألف مشترك إن شاء الله. دعواتكم ليا ودعمكم ليا المستمر هو اللي هيخليني أوصل إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة بقى للتعليقات أنا حابة أرد كده على شوية من التعليقات اللي جات لي. فانتهزت بقى فرصة الفيديو النهاردة إن إحنا نتكلم كده وإنتوا شايفين شكل الزهور الجميلة والورد الجميل. أرد على بعض التعليقات اللي جات لي. كان في تعليقات بتسألني عن الشغل الجميل بتاع الأغاني. ناس كتير جدا جدا بيعجبها قوي الأغاني اللي بحطها في فيديوهاتي وشغل المونتاج والتصوير. عايزة أقول لكم إن ده مش شغلي لوحدي أكيد، ده يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جوزي حبيبي ربنا يخليهولي. هو اللي بيعمل لي شغل المونتاج والموسيقى، وهو المعد يعتبر والمخرج والمصور وكل حاجة. وأنا مفيش أي حاجة بعملها لوحدي، هو بيشاركني في كل حاجة. عايزة أشكره جدا لدعمه ليا المستمر بجد، وانا بستمد طاقتي كمان منه. لان انا يعني لو هو مش جنبي انا عمري ما هوصل لكم الفيديو بالجوده دي ولا الكواليتي اللي انتوا بيطلع لكم يعني او بتشوفوه. فانا حبيت ان انا اشكره وامجد جوزي ربنا يخليه يا رب، ودايما كده يبقى في ظهري وسندي. وفي ناس علقت لي كتير عايزين اعمل لهم ريفيوهات في محل مثلا النيش للعرايس والكلام ده. بقول لهم ان شاء الله اوعدكم ان قريب جدا احاول ان انا اصور لكم كل اللي انتوا عايزينه. وانا في الفتره الاخيره دي صورت لكم كل اللي ليه كل الحاجات او كل الفيديوهات اللي ليها علاقه بيميش رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. وبرده حلقات مجمعه عن فواكه البحر السويسيه اللي مش موجوده في اي بلد تاني غير السويس صورتها لكم برده. وصورت لكم طبعا فوانيس بقى رمضان والجو الجميل اللي في شارع شميس، يعني الشارع الجميل اللي أنا عن نفسي بحبه جدا. حاولت أنقل لكم كل حاجة وكل اهتماماتكم في الفترة دي. وطبعا الفسيخ مش هننسى الفسيخ عشان شم النسيم عملته معاكم. وإن شاء الله انتظروا مني يعني إيه جولات تانية كتير وحاجات تانية كتير بتطلبوها مني. بالنسبة برضو كان في ناس كتير بتسألني في التعليقات أنا خريجة إيه أو أنا بشتغل إيه. أنا مش بشتغل، أنا خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة. أنا أصلا إعلامية وهي دي شغلتي. وعايزة أقول لكم إن القناة يعني إيه طلعت روح الإعلامية اللي جوايا يعني، لأن أنا لما جيت السويس مش بشتغل. فالحمد لله القناة يعني إيه فادتني جدا في الموضوع ده. كان في برضو
ناس من العراق بتسألني انت ليه سميتي القناة بالاسم ده إيمي وهنونة. إيمي ده اسمي أنا، هنونة ده اسم بنتي. أنا سميت القناة على اسمي أنا وهنا أو هنونة بنتي، علشان هي أول واحدة قالت لي يا مامي انت لازم تفتحي قناة، وهي اللي شجعتني جدا، وكانت دايما الصراحة بتشجعني ان أنا أفتح قناة. أنا ما كنتش ليا في اليوتيوب ده خالص، يعني خالص يعني، الصراحة هي اللي أقنعتني وشجعتني. وأول ما شجعتني الصراحة طلبت من أخويا يعمل لي القناة، ربنا يخليه لي وأفرح بيه. الصراحة عملها لي في نفس اليوم، وده برضو شيء يعني إيه، لقيت كل الحاجات متوفرة قدامي إن أنا أعمل القناة. فطبعا أنا كنت بحب الطبخ جدا من بعد الجواز يعني، ومارست ده في القناة يعني معاكم. وبعد كده بقى إيه، حسيت إن لأ، روح الإعلامية بقى اللي جوايا لازم تطلع وكده. والحمد لله لقيت تشجيع كبير جدا منكم، وانتوا دايما بتقولوا لي وتبعتوا لي استمري وكملي وعجبتكم فيديوهاتي. وعشان كده انا ان شاء الله بوعدكم ان انا اكمل، وان شاء الله في قناه إيمي وهنونه اللي هي اصلا قناتكم هتشوفوا كل الجديد وكل الحاجات اللي ما اتعملتش قبل كده باذن الله. واتمنى مزيد من التعليقات ومن التفاعل الايجابي، صدقوني بيفرق معايا جامد جدا. واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير. وعايزه اقول لكم ان اللايك والشير مش مجرد كلام مرسل انا بقوله، لا، اللايك بيرفع الفيديو على اليوتيوب، بيخليه يتشاف اكتر، وطبعا لما تشيروا لاصحابكم اكيد الفيديو هينتشر. فاتمنى ان انتوا دايما تدعموني باللايك والشير، وما تبخلوش عليا بيهم ابدا علشان القناه تكبر بيكم. وصدقوني انا بحبكم جدا جدا في الله، وبقيتوا جزء من حياتي، او القناه بقت جزء من حياتي، ما اقدرش استغنى عنها. وده طبعا بفضل التفاعل الإيجابي اللي انتوا دايما بتشجعوني بيه. وان شاء الله اتمنى ان القناة دايما تبقى عند حسن ظنكم، واي حد ليه اي استفسار او اي كومنت على اي حاجة انا مستنية التعليقات دي، يا ريت تبعتوها لي. وان شاء الله ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر اصور لكم كل حاجة انتوا عايزينها داخل السويس وخارج السويس كمان، مش هحصر نفسي في مكان معين، بس انا علشان بحكم ان انا عايشة في السويس فاكيد لازم اصور البلد الجميلة دي واظهر فيها حاجات فعلا يعني مهدور حقها، اماكن كتير جدا مهدور حقها وانا الحقيقه ما شفتهاش خالص على اليوتيوب. فان شاء الله كل الاماكن اللي انتوا بتطلبوها مني، زي التعليق اللي جالي عن بور توفيق، وان بور توفيق فعلا من الاماكن الجميله، وفعلا انا من الناس اللي حاسه انها مهدور حقها. انتظروا فيديو قوي جدا لمنطقه بور توفيق ومنطقه القنال باذن الله، هعملها لكم قريب جدا، وحاجات كتير مش عايزه احرق لكم بقى الحلقات اللي جايه، بس صدقوني الحلقات اللي جايه كلها حلقات قويه جدا وان شاء الله تعجبكم. وإن شاء الله بإذن الله أتمنى بقى مزيد من التفاعل يا حبايبي. وياريت أكون وضحت كده كم يعني إجابة عن كم تعليق كده اتسأل لي يعني أو اتقال لي. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.